ما شاء الله تبارك الله، وهذه خيمتنا جاهزة لاستنبات النبات وللنباتات اللي عندي بتتعب بسبب الرطوبة، ولا بتتعب بسبب قلة الضوء، ولا بتتعب بسبب البرودة. خلاص خيمتك وعيش يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، هذه هي من الداخل. طبعا لما يضاء النور حيجي للنبات من جميع الاتجاهات، خلفه، جنبه، تحته، فوقه. ما شاء الله تبارك الله، هي كبيرة جدا. أنا أدخل فيها زي ما أنتم شايفين، فيها فتحات تهوية، ليها كمان قطع تانية ممكن الواحد يطلبها، ولكن أنا حبيت أول حاجة أجيبها وأشوف إيش يحتاج لها وإيش حينقصها ونكمل. طبعا هذه الأرضية ما شاء الله تبارك الله